هنعمل بقى هنا الشوربة. هنا الرز بيستوي، نسيب بقى السمك براحته. نعمل هنا الشوربة. قطعة زبدة، مقادير الشوربة يا جماعة، قطعة زبدة ومعاها بصلاية مفرومة وفصين ثوم وجزراية مبشورة والفواكه بقى اللي انت بتحبيها، جمبري، كابوريا، سمك، اي نوع انت تحبيه، وكوباية لبن ونص كوباية كريمة، وعندي كرفس وملح وفلفل وكمون وبس، وممكن نص كوباية مية. قطعة زبدة اهي، نكتر كده، كتر يا ابني كتر. بصوا نص معلقة بصل بس عشان تديها طعم، نص تاخد معانا كده ايه ما بتتلونش. اديها معلقة ثوم صغيرة ما بتتلونش، قلنا يا دوب كده توصل كده. نروح بقى حاطين هنا، احنا عندي ايه؟ هنا عندي جندوفلي، وعندي صوابع الكابوريا، وعندي سمك فيليه، وعندي كابوريا قطع اهي. وهناخد كام واحدة جمبري من هنا كمان معاهم. ونقلب كويس. يا سلام. لحد ما لونهم يتغير يبدأ يخشوا في السوى. رشة كمون. رشة كزبرة كمان. شوية ملح. ونقلب كويس. نسيبهم شوية ونديها رشة فلفل. وتقليبة. بدأ اللون معانا يتغير اهو، السمك لونه يتغير والجمبري. طبعا الجمبري ما بياخدش وقت كتير على النار عشان خاطر معانا ما يشدش. اديها رشة جزر، دي بتدي لون حلو للشوربه، كمان بتديها قيمه حلوه قوي. نقلب كويس. برضو عينينا على السمك عشان ما يتحرقش مننا. حلو قوي كده. الرز معانا اتشرب، نوطي عليه. نيجي بقى هنا في الشوربه، نحط معلقه دقيق في النص كده ونقلبها كويس. طبعا كثافه الشوربه والتقل بتاعها حسب ما انت تحبي، بس طبعا دايما معروف يا جماعه خير الامور الوسط، خليكم وسطيه في كل حاجه. ممكن طبعا تدوها مكعب مرقه خضار، بيديها برده طعم حلو قوي وريحه حلوه جدا كمان. هنيجي بقى هنا ميه، بسم الله، وهنديها كمان كوبايه لبن اهي. طبعا الكريمه ما بتتحطش دلوقتي، الكريمه والكرفس اخر حاجه. نقلب كويس كده ونهدي بقى النار عليها عشان خاطر ما تتقلش زياده عن اللازم والدقيق يخلص فيها. بصوا مفيش تخليص دقيق خالص ولا اي حاجه على المعلقه اهي، ان احنا قلبناه كويس في السمنه مع المكونات كلها. ورق الكرفس بس كده، وافرمه قوي على قد ما اقدر عشان ما يبقاش شكله كبير كده عايم على الوش، لا احنا عايزينه كده يدخل من جوه قوي. والناس اللي ما بتحبش طعم الكرفس حطي كزبره خضراء بس كده، حلو قوي. كريمه بقى، وطبعا الشوربه اتشوحت كويس ودخلت في السوى، مش هنسوي اكتر من كده. والشوربه معانا مش قادره اقول لكم على جمالها، وخلصت معانا الشوربه وخلصناها في ساعتها. لازم ناخد بالنا يا جماعه، تسويه الجمبري وتسويه السي فود عموما ما بياخدش وقت، ما بياخدش وقت عشان خاطر ما يشدش معاكي، وخصوصا الجمبري. الشوربه بتاعتنا بسم الله، بصوا بقى جمالها، بص جمال الالوان، بص بقى الجزر مع الكرفس مع الحاجات الحلوه، جمال الالوان بقى والكابوريايه الحلوه دي. الجندوف ده لازم يتنقع على الاقل ساعتين وكل شويه تغير الميه عشان خاطر لو في رمل ينزل منه. بصوا بقى جمال الشوربه اهي،
كده كده عشان ما تتقلش معانا. جربوا السمكيه اللي في الفرن دي، والملوخيه بالجمبري كمان عملناها، وزي ما قلت لكم سمك الملوخيه حسب ما انتوا تحبوا، سمك الملوخيه براحتكم. وصفتنا كانت النهارده سهله جدا وحلوه،